خليني هرجع مرة تانية بقى هنا للاميا. لاميا، انت اول مرة اشتركتي في تنظيم المنتدى، اشتركتي ازاي وليه وايه اللي جذبك، ايه اللي خلاكي يعني تقرري انك تخوضي تجربة في منتهى العناء؟ هو لو قلنا منتهى العناء فهو عناء يستاهل كل حاجة. هايل. اشتركت ازاي؟ نبتدي من اول خالص. انا من اعضاء برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وده اللي خلاني اشارك في المنتدى. التجربة تستاهل كل حاجة، وبشجع اي حد ان هو يشترك في البرنامج وان هو يشارك زينا في حاجات زي كده، لان هي تجربة فريدة وبتخلي الواحد يكتسب خبرات مختلفة وبشكل مكثف كمان، واظن خبرات كمان متنوعة صعب ان هو يلاقيها في مكان بسهولة يعني.